ما يتغلبش 2-3 قدام الزمالك. اهو ده اللي حصل من الاهلي قدام بايرن ميونخ. ان موسيماني عشان راجل مدرب كبير وراجل مسك سان داونز وفاهم يعني ايه الفوارق ما بين الكره العالميه او الكره الاوروبيه وبطل اوروبا وبطل افريقيا، هو احترم هذا الامر علشان من الاخر كده ما يبقاش العدد من الاهداف كبير في مرمى النادي الاهلي. دي الواقعيه اللي بتجرح البعض وبتزعل البعض. انا بتكلم كوره، ملياش دعوه ولا بالاهلي ولا بالزمالك. ولو كان الزمالك مع باتشيكو احترم بايرن ميونخ في حاله ما اذا فاز ببطوله افريقيا ورص ال 11 لعيب زي ما الانديه المصريه هنا اللي هي بتبقى خايفه من الاهلي ومن الزمالك وقفوا ورصوا اللعيبه، احنا شفنا اهو المشهد اهو، ان الاهلي اللي بيتعامل معاه ده في الدوري المصري هو نفسه عمله قدام البايرن العملاق. ليه؟ ما حدش بيقول ايه اصل الشناوي كان خايف. انا مش واقف قدام الحاجات الصغيره والتريقه، انا ماليش في الكلام ده. ان محمد هاني مرعوب، محمد هاني لعب ماتش كبير، ايمن اشرف لعب ماتش كبير، كل واحد عمل اللي عليه بطبقا لامكانياته. واحد يقول لك اصل علي معلول هرب من المباراه، هو انت دخلت في نيته؟ هو احنا عارفين اذا كان هرب ولا ما هربش؟ علشان الراجل اللي اسمه كومان يعني واضح ان العمليه كانت هتبقى صعبه في اول ربع ساعه فمسك، انت دخلت جواه؟ اللعيبه نفسها عارفه، باينه في وش لعيبه النادي الاهلي في بدايه المباراه الخضه. معاك، لان هم فاهمين القصه وعارفين ان هناك فوارق. والبايرن بالمناسبه ليه اللي برضه بيعرفوا في الكوره، الانديه ديت لما يحبوا يعلوا الريتم يعلوه ولما يحبوا يوطوا الريتم يوطوه. دي الفوارق على فكره، علشان كده دول عاملين كده، ودولت هم اللي عندهم اللعيب ب 100 مليون يورو و150 مليون يورو وعندهم الافضل في العالم سانيه، ده بيقعد احتياطي مثلا يعني، ده الطبيعي. فهو يعرف ازاي امتى يدوس من الاخر كده وامتى ياخد المباراه، علشان هو جاي من 7 ساعات، جاي مثلا متاخر 7 ساعات، وهكذا وهكذا. انا يعني الحاله الجدليه اللي حصلت بعد نهايه المباراه انا حبيت اشير ليها، والكلام عن هروب علي معلول والكلام عن ان النادي الاهلي قبل الماتش كان ممكن يعمل نتيجه وكل الكلام ده، انا مع كامل الاحترام انا شايف ان الكلام ده ما ينفعش انه يتقال، لان بصراحه شديده جدا ان الفارق ما بين الاهلي بطل افريقيا او اي نادي افريقي، عشان ما حدش يقول ان انا متحامل على النادي الاهلي، لو الترجي لو الزمالك لو الرجاء المغربي لو الوداد المغربي، لو لاعب البايرن ولم يحترم البايرن مثل ما احترم موسيماني البايرن لكانت فضيحه، لكانت فضيحه. ليه؟ لان احنا شفنا ده في بدايه المباراه. هتزعلوا من كلامي، انا بقول اهو كل الانديه الافريقيه، ما بتكلمش على الاهلي، موسيماني عارف قدر البايرن معرفه سليمه وصحيحه وقدر الامر بشكل مظبوط جدا، لان اللي شاله الشناوي، اللي شاله الشناوي والبايرن ما بيدوسش على يعني الموضوع بالنسبه له ان هو ياخد المباراه عشان يوصل المباراه النهائيه. فالراجل عارف ده كويس. تلومه بقى موسيماني ان هو زي ما يهاجمش؟ انت عايز موسيماني يهاجم بايرن ميونخ؟ انتوا بتهزروا؟ يعني في الاخر هو بيمثل الكره المصريه والكره الافريقيه، ف 2-0 معقوله ومقبوله، ولعبوا مباراه كويسه وثلث ساعه كانت كويسه في اول الشوط الثاني. عموما الاهلي هيلعب مع بالميراس وفي غياب كهربا وحسين الشحات، والكلام عن عقوبات للاثنين لعيبه ان هم سلموا على ابو تريكه وطلعوا سلموا على بعض الجماهير، وطبعا خرقوا النظام والنظم المتعارف عليها طبقا طبعا لبروتوكول كورونا في بطوله العالم الانديه، وكانت العقوبات هتزيد عن كده على فكره بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، ولكن هم مش هيلعبوا ان كان كهربا او حسين الشحات. وبالمناسبه ابو تريكه اعتذر لهم يعني ان هو الموقف ده اتحطوا هم فيه ومش هيلعبوا طبعا مباراه بالميراس اللي بالمناسبه هي مباراه صعبه جدا، لدرجه ان انا شفت في احدى المواقع عاملين او في احد المواقع تصريح او يعني حوار مع احد نجوم بالميراس السابقين بيتكلم بيقول اكيد بالميراس هيكسب الاهلي، يعني ما قالش مثلا ايه اتوقع ان بالميراس يكسب الاهلي، لا بيقول التصريح كده من المؤكد ان بالميراس سيفوز على النادي الاهلي. طبعا الكلام ده برضو اعتقد ان الكلام ده كلامي زعلني انا كمصري، ان مع كامل احترامي طبعا الكره البرازيليه والبرازيل اسياد العالم في الكوره، بالميراس اسم كبير في الكره البرازيليه، بس لما يبقى واحد من نجوم السابقين بالميراس بيقول لك هنكسب كده كده، لا انا اخد التصريح ده واوريه. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية
بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.